اهتمام وسياسات الدولة بإثبات وعد وحدة من أفضل وأنجح الأدوار التي تقوم بها داخل المجتمع المصري، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري من الشباب وقوة الوعود المنتظرة في بلد يؤدي فيها نسبة الشباب احتلال المنتظرة بتاعنا أقل من 35 عاما تطلع حوالي 60-65% من المواطنين. وجعلت مؤسسة الأقران قطاع الدنيا التي تعد أعرف المؤسسات المصرية في مصر والعالم العربي، اللي هي تاريخها تمتد أكثر من 143 سنة، هي ضمير الأمة على مصر الجمال، والتي يقف مجلس إدارتها للمؤسسة الطارئة حتى مصر السلامة في المسلمين. إحنا بنشكره على هذا الفكر والقيام بكثير من الأدوار المجتمعية التي بيناها إطار المؤتمرات الطبية لأمن كده أنشع الشباب ده، وترى أرقام عريضة في مرتبها بالشباب اليوم من مستوى التنمية.